السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة من سلسلة اربح الانترفيو. والنهاردة هنتكلم على السؤال المحوري الآخر في الانترفيو، وهو أين ترى نفسك في خلال 5 سنوات؟ Where do you see yourself in 5 years؟ Or next 5 years يعني، أو in the future، أو المستقبل، أو أنت شايف نفسك فين بعد كده؟ أي صيغة من الصيغ دي بتمثل نفس السؤال، وهو من الأسئلة المفضلة والتي تهدف لاستكشاف طموحك وطريقة تفكيرك. لاحظ اي سؤال بيطرح في الانترفيو بيبقى وراه اسئله كتيره جدا لم يتم طرحها. السؤال ده بيستكشف هو طريقه تفكيرك ايه، طموحك ايه، بتفكر ازاي لمستقبلك. في الحقيقه ايضا بتمثل المورد البشري في الشركات مصدر ثبات واساس كبير، وبتتكلف في بعض الشركات مصاريف كبيره جدا للتدريب والتحسين المستمر. وفي حاله مثلا ان الشركه تقوم بمرحلة الانترفيوهات أو التقديم للوظائف بتتكلف مرحلة كبيرة جدا من الجهد والتكلفة، وإنها بتقابل ناس وبتخصص وقت ليهم وبتراجع سيفيهات، فبتمثل مرحلة كبيرة جدا وهسل لأي شركة إنها بتعين موظف جديد. لاحظ إنه أي إشارة إلى إن الشركة دي أنت هي إلا مرحلة لشركة أخرى أو مجال آخر، فإنه يتم النظر بإن الشركة بالنسبة لك هي سلم أو كوبري. يعني أنت مثلا لو رحت وانت بيكلمك انت شايف نفسك فين خلال 5 سنين وانت مقدم على شركه اكس، فتقول له انا شايف مثلا انا بعد 5 سنين هبقى استاذ في الجامعه. طب حضرتك عاوز ليه تشتغل في الشركه اكس ما دام طموحك ان انت تشتغل مدرس في الجامعه؟ لا اصل فهتتاخد ان انت واخدها كوبري لغايه بس ما تخلص الماجستير والدكتوراه، وبعد كده انا هسيبكم اصلا في خلال اصلا 5 سنين دي وممكن ما اكملش كمان، فهتتاخد بمنظر سيء. فهو هيقول لك حتى لو انت متميز، حتى لو جاوبت لي كل الاسئله بشكل كويس، انا بالنسبه لي عاوز شخص فيكسد او ثابت بقدر ما بحيث اقدر ابني عليه ويستمر معايا في الوظيفه. لذلك هتتاخد ان انت بتاخدهم بشكل كوبري او سلم، فعليك ان تتجنب تماما هذا الرد على السؤال، لانه سيؤدي الى استبعادك فورا ومفيش فصال في ده حتى لو كنت متميز. ولاحظ ان عمليه التعيين لاي عنصر جديد هي عمليه مرهقه ومكلفه وتحتاج وقت طويل، ولذلك تحتاج الشركات لموارد وكفاءات نوعا ما ثابته لفتره طويله نسبيا. هما بيبقوا عارفين ان انت ليك طموح وممكن تبص لبره، ولكن بيبقى من الاسئله انت ما اقولش وانا ما اقولش، يعني انت يعني ولا تقول لي ولا اقول لك، احنا الاثنين مش هنقول لبعض، ويعني حاجه كده لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسوقكم، انا مش هقولها وانا عارفها ان انت لو شفت فرصه احسن هتمشي، وفي نفس الوقت ما تقولهاش عشان لو انت قلتها لي انا هضطر استبعدك، لان انت هتاكد لي الشكوك ان انت هتمشي. ولذلك يجب التجنب الدخول في تلك الدائرة مرة أخرى. وعليك أيضا تجنب أنك في خلال 5 سنين ستكون مثلا مدير، دي من تاني حاجة احنا هنقولها أن لازم تتجنبها، أن لازم تتجنب مثلا أن أنت في خلال 5 سنين هبقى سينيور، هبقى مانجر. طب حضرتك لو أنا قابلت بيك أنت كده يعني أنت بتمشيني، أو يعني افرض أنا مثلا لسه ستيل مانجر، أو افرض مثلا الشركة دي نظام الترقية فيها بيعتمد على مدة طويلة، طب أنت مثلا داخل بإكسبكت أو بتطلعات أن أنت تبقى مانجر، طب انت مثلا جاي مثلا ممكن تزحلقني، او ان انت مثلا هتمشيني، او ان انت مثلا هتتفوق عليا، فده ممكن يخوف الشخص اللي بيعمل معاك الانترفيو، خاصة لو انت عديت الانترفيو الشخصي وانتقلت للانترفيو التكنيكال مع مديرك المباشر، فده بيمثل نقطة خطر كبيرة جدا. او ان انت مثلا عندك حب للنرجسية، او هيقرفني بعد كده لو انا قابلت بيه ان هو عاوز يترقى، لان انت حاطط في الخطة بتاعتك ان انت هتترقى، فابتعد تماما ان انا عاوز ابقى سينيور، عاوز ابقى سوبرفايزر، عاوز ابقى مانجر، ابتعد تماما عن هذه النقطة جدا جدا. تالت حاجة لازم تتجنبها ان انت تتجنب قول رغبتك في تطوير هذا المكان واضافة خطة ليه. انا يا جماعة يعني هوافق ان انا هشتغل معاكم، ان انا ياريت في خلال 5 سنين من ضمن الخطط بتاعتي ان انا هشتغل عندكم وهطور المنشأة دي وهحط نظام جديد للموظفين وهعمل لستة جديدة ايه يا جماعة ده؟ او يعني كل ده بيمثل منظر خطأ تماما في الرد، لانه بيمثل تقليل من حجم ونظام الشركة اللي انت داخل فيها. فهو لما هيجي هيترد عليه بالرد ده هيتقال ان انت مش شايف الشركة دي في مستوى كويس، وان انت جاي عشان تطورنا، ويا سلام بقى لو رديت ان انت كمان عشان تبقى مدير بعد كده، فانت هتطورنا بعد كده هتزحلقنا، فهيبقى المنظر سيء جدا تماما. كما عليك ايضا تجنب انك تخطط لفتح عمل خاص، او ان انت تشتغل فريلانسر بعد كده، او ان انت تفتح مؤسسة حتى لو كانت مختلفة تماما وبعيدة تماما عن الشركة اللي انت بتطلب العمل فيها. بعض الناس بترد ان انا هشتغل مثلا يعني هفتح لي شغل خاص، هفتغل خط انتاج، انا بحب مثلا التصميمات فهشتغل فيه، هفتح لي زي مكتب للتصميمات
طب حضرتك في خلال 5 سنين ده معناه بنفس الرد الاولاني ان انت واخدنا كوبري لشغلانه تانية، حتى لو هواخدها بسايد جوب او حتى لو انت هتاخدها كشغل جانبي برضك هتؤدي نفس المعنى، وهتؤدي ان انت حتى لو تشتغل بشغل جانبي ان انت مش هتركز في شغلك الاساسي، هيؤدي نفس الرسالة ان دي مجرد مرحلة او كوبري، فيجب ان تقوم بتجنب مثل تلك الاخطاء الخمسة. ازاي هنرد على السؤال ده؟ مش هيبقى فيه رد اكيد، لا هيبقى فيه رد، ولكن هيتم الرد وفقا للاتي: اولا عليك ان تقوم باخذ عدد من الدقائق، الكلام ده طبعا قبل الانترفيو، وتفكر في الامر بشكل فعلي، يعني حضرتك اقعد بينك وبين نفسك وتفكر في شكل شيء فعلي وبشكل حقيقي مع نفسك، وذلك قبل ما تروح للانترفيو في مرحلة التدريب اتكلمنا عليها قبل كده، ويكون التفكير مش بس في مرحلة الوظيفة ولكن تفكير بشكل عام في حياتك، زي التفكير في التطور المهني بتاعك، التفكير في التدريب بتاعك، التفكير في التعليم بتاعك، وتجنب التفكير في الحاجات الشخصية زي الولادة أو الزواج أو إن أنا مثلا أزور قرايبي، إن أنا أعمل أخس 50 كيلو، كل الحاجات دي شخصية جدا ومش إحنا بندور عليها. أنا بتكلم دلوقتي على التخطيط للحياة المهنية بتاعتك ولتعليمك، مش الحاجات المرتبطة بالزواج والولادة وخلافه، لأنها الحقيقة لا تعني أحد، يعني مش هتهم حد غيرك أنت وبس. ولذلك الهدف من هذا السؤال هو الرد بشكل عملي، وكتير جدا للأسف بنشوف ناس بترد على هذا السؤال على طريقة أنا في خلال 5 سنين هكون اتجوزت وخلفت كام عيل، ويعني ممكن بقى أخد لي شهادة كده، أو ممكن لأ، يعني ممكن كمان أشترك في رياضة وأخس شوية. طب حضرتك هو مش ده بيطرح السؤال عشان تقول له حياتك الشخصية إيه؟ لازم إن أنت تربطها بشكل عملي. عليك أن تقوم بالرد على هذا السؤال لإجابتين: أولا الخطة القائمة على السنتين الجايين، يعني هو قال لك في خلال 5 سنين انت بتفكر او بتطمح فيه، قسمها له لمرحلتين. اولا المرحلة الاولانية هي من سنة الى سنتين ونص، وهتكون هي الخطة الاولية او الجزء الاول من ال5 سنين اللي جاية. الاهداف اللي انت ممكن تتكلم فيها ان انت بتتعلم محيط العمل الجديد، انت طبعا بتدور على عمل، فبتدي له هنت ان انا في خلال ال5 سنين الجايين لما هشتغل هتعرف على محيط العمل الجديد، ثانيا هتعرف على الزملاء في العمل وهكون علاقات معاهم وهأكد العلاقات دي، ثالثا هبدأ أتعلم وتوغل تماما في طبيعة العمل وأعرف كل شيء في العمل الجديد، ثالثا ببدأ أستثمر في تعليمي المرتبط بالشغل ده، حتى لو الشركة الجديدة ما وفرتهوليش أنا بحب أستثمر وأدعم شغلي بالكورسات وأشوف الكورسات المرتبطة بالمجال ده وهبدأ أدعم نفسي فيه بحيث انه يؤدي الى ثقل موهبتي في الشغل. يؤدي كل ما سبق الى دعم الشركه، هوصل بقى للنتيجه النهائيه في الخطه الاولانيه، بيؤدي الى دعم الشركه التي اعمل فيها وبناء الثقه في زملائي وفي شغلي وبدء الاعتماد علي. انت كده جاوبت له ايه التقسيمه الاولانيه. التقسيمه الثانيه من سنتين ونص او 3 سنين الى 5 سنين، في ال3 سنين دول او في السنتين ونص الاخرانيين دول هبدأ اطور في عملي. لاحظ بقى الكلام بيبدأ ازاي: هبدأ ازيد الانتاجية الخاصة بيا، ثالثا اغلب الشهادات اللي انا هكون بدأت فيها هكون انتهيت منها وحصلت عليها، رابعا القدرة على ادارة الحالات الصعبة وفقا للخبرة المكتسبة، وهبدأ ادرب زمايلي الجدد اللي هينضموا للشغلانة الجديدة. لاحظ الرد ده وبين الرد اللي انت كنت بتفكر فيه في شكل اولي اللي هو انا بفكر في الزواج والخلفة، شوف يعني رد غير رد، وانت بتسمع حتى الرد ده اكيد نفسك اتفتحت على الشخص اللي بيتكلم ده، فده اللي بيحصل وانت بترد على السؤال ده، ان انت قسمتها له بان انت شخص منظم وبتتكلم مش كوبي بيست من الانترنت ورد يعني كده تلصق ملصق، ولكن كل ده بيأتي منين؟ التدريب. هكذا بيتم الرد على السؤال: واجب التدريب مرة تانية جيدا جدا جدا على هذا السؤال، واعمل زي كشكول كده في كل سؤال بالرد بتاعه المناسب ليه، وابدأ جيب جوجل ترانسليشن ورد رد كويس على كل سؤال، ومرة اخرى تجنب بشكل تام الحديث عن الخطط الشخصية الا لو سألك فيها، يعني مثلا وانت بترد سألك اللي يعني انت مثلا في خلال ال5 سنين دول يعني مش هتتجوز، يعني انت فاهم ممكن يقولها لك بالطريقة دي، ولكن لازم ان انت ترد بشكل صارم جدا وبشكل سريع جدا بحيث ما تدخلش في تفاصيل، مثلا تقول له لا اكيد طبعا الجانب الشخصي في حياتي مهم، ان انا مثلا احاول ان انا اتعلم لغه جديده، ان انا احاول ان انا العب رياضه جديده او انضم الجيم، ان انا ممكن اتجوز او الاقي بنت الحلال، وابتسم وادخل مره تانية في السؤال اللي هو اتسال والرد اللي احنا اتكلمنا عليه،
وهي اجابات شخصيه ولكن مره اخرى ذكيه ومرتبطه بالسيلف ليرنينج. فما تدخلش بقى الاسئله اللي هي ان انا مثلا وزني تخين وعاوز اخس، لا خدها بشكل ايجابي، ان انا مثلا اشترك في جيم، ان انا اتعلم لغه جديده، لو هو سالك في الجانب الشخصي. ولكن لو ما سالكش تجنب الحديث عنها تماما، بحيث ان انت تتم الرد بشكل يبين مظهرك قدام المحاور. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. لا تنسوا الاشتراك في القناه، ولا تنسوا متابعه باقي السلسله لمزيد من النجاح والتوفيق باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.